علاج الحسد الفوري الآن، طلع واحد في ذهنك ما تحبه، تحسده، تغار منه، ادعو له الآن. طيب هذا واحد. هذه واحد. الثانية أن تعلم أن الحسد يأكل الحسنات. ثلاثة، أن تعلم أن الحسد اعتراض على الله وهو القاسم للأرزاق. أربعة، أن تعلم أن الحسد يفقدك الطمأنينة. الخامس، أن الحسد قد ينقل الحسد منك إلى أن يكون عين، فتستقر في بدن ويعذب 60-40-20 سنة وهو معذب بعينك وأنت المجرم الأول، وهو تهمة وظلم منك لأخيك. لذلك نقول يا أحبابي، ريحوا اطمئنوا، إذا رأيت نعمة على أخيك أكثر من الدعاء لها له بها، اسأل الله يبارك له فيها. اعلم أن دعاءك له سيكون الرد من الملائكة آمين ولك بمثل.